كل الكلام اللي جوايا مش كفاية وما السلام عليكم. جيسبيغ يا ربي تكونوا كاملين مزيانين وباحسن الاحوال وانتم كتشوفوا هاد لا نوفيل فيديو. هادي اول حاجه ثانك يو سو ماتش سو ماتش سو ماتش فور يور كومنت على الفيديو اللي فات، على اللايك ديالكم، على لي انتراكسيون ديالكم. فريمون كتفرحوني بزاف و كتشجعوني على انني نبارطاجي معكم لو ماكسيموم بوسيبل دانفورماسيون فلوغ و دو فيديو و دو كلشي. وثاني حاجه سمحوا لي على هاد الصداع اللي عاد تسمعوا دابا، حيتاش المهم شي واحد كيعمل شي بناء كيطلع شي فيلا في شي حومه ما عرفتش. مهم كاين شويه ديال الصداع ولكن حاولوا تكونسونطراو معايا. ايضا على هذا الشيء اليوم كما شفتوا في العنوان غيكون داي ويد مي ولا فول داي ويد مي، مهم على حسب العنوان كيفاش غيكون. في الاول فكرت على ان نعمل لكم نايت فلوغ ولا نايت روتين ولا شي حاجه بحال هكذا، وهذه خوله من المونتاج كتقول لكم هذا تو دايز ويد مي، يعني يومين معايا وماشي غير ليله وماشي غير نهار. دابا تقريبا 12 لقيتوني ديجا فيقت، فطرت، عدلت بامول دو شوز هيدا في الدار، ودابا لقيتوني خارجه نتسخر. غنتسخر باش غنعدل واحد الحاجه اللي انا وارتها بوحدي، انا عندي الوصفه السحريه ديالها. يلا دونك اليوم غنعدلوا واحد الحاجه طنجاويه عاوتاني 100%. انا كنشرت الثقافه المغربيه وسورتو الثقافه الطنجاويه، دونك خليوني 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 ما تقولوا لي والو. دونك هذا ما كان غنمشي نتسخر، جو بونس با كنصور لكم لي كنا نتسخر، دونك خليوني حتى نجي ونكمل معكم. المهم ما ديوش على الحبوبه ديالي اللي خرجت لي في مناخري، ما عرفتش علاش، المهم ماشي مشكل. بون سيجور. باي ذا واي الا كنتو باقي ما مشتركيش في القناه فما تنساوش على انكم تشتركوا، حيتاش ان شاء الله ما جين دي فيديو فريمون مزيونين، خصوصا فاش غتبدا القرايه. دونك غنبدا نعمل لكم لي فلوغ ديال القرايه وداكشي. ما تنساوش عاوتاني تكتبوا لي دي كومونتير هيدا مزيونين. وصافي الانستغرام ديالي راه غيبان لكم هنايا في الشاشه، ولا غيبان لكم هنا ولا هنا ولا هنا ولا في صندوق الوصف، المهم كاين كاين. ويلا فحلنا. تبات عندنا الزين والتباتة. سلام اصدقاء، انا رجعت عاوتاني، خليتكم في اخر مره ملي مشيت شريت كومير، شريت هيدا مناضه، شريت اللعبتيكات اللي غنعدلو بهم هذا الطبق ديال اليوم. كما شفتوا من العنوان اليوم غنعدلو ساندويش ولا بوكاديوس ولا ما عرفت كيفاش كتقولوا له، ولكن طنجاوي 100%. وهاد الحرفه هذه ورثتها عند الاب ديالي الله يرحمه ويوسع عليه. باي ذا واي الا كتشوفوا هاد لا فيديو وصلتوا لهاد اللقطه كتبوا في لي كومونتير الله يرحمه يا ربي. سينو فريمون انا اللي كنصرعو، العائله كامله شاهده بلي انا اللي كنصرعو. ماما قول الحقيقه واش انا تبارك الله عليك بالله الصراحه بالله فريمون كنصرعو ديال بصح هديده وعاسك كنعملو بحال اللي كان كيعملو هو تقريبا. المهم انا ما كنتش كنعملو فاش كان هو، ولكن خديت الحرفه قلب عادكم ديوني معاكم لشي بلاصه حيت دغيا كناخذ الحرف. المهم غنعدلو، هو فريمون ساهل بزاف، ولكن يمكن البنة بصح في اليدين ماشي في لي زانغريديون. المهم غنوريكم اون غروسو مودو شنو كيحتاجو فيه. صافي المهم خليكم معايا وما تنساوش تكتبوا لي في لي كومونتير شنو الطبق اللي كيعجبكم نتوما، اولا شنو الطبق المشهور في المدينه ديالكم، حيت حنايا في طنجه عندنا بايصار، عندنا هاد الساندويتش بحال هيدا. دونك كاين شي اطباق اللي فاش كتجي لطنجه كتقول ضروري ما غنمشي ناكلو، بحال مثلا انا في فاس فاش كنمشي لفاس كنقول ضروري ما غناكل المعقوده، هذيك اللي كتكون بالبطاطا وكيعملوها في الخبز اكسيتيرا كتعجبني بزاف، اولا ديك الحلوه ديال مولاي ادريس. المهم كاين شي حاجات كيتميزوا بهم بعد المدن، قولوا لي في لو كومونتير شنو الاكل اللي كتميز بها المدينه ديالكم. اصدقاء وانا كنعدل هيدا هاد الخضره وكنقطعها، بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع هيدا جيت فيه بيان في بالنسبه للناس اللي ساكنين بوحدهم. باي ذا واي انا ما ساكناش بوحدي، حيتاش كيجيوني لي كومونتير واش ساكنه بوحدك، اي حيتاش كنصور بوحدي كيحسبكم ساكنه بوحدي. نو انا ما ساكنش بوحدي، انا عندي ماما خوتي ما ساكنش بوحدي. ايوا طونسيون. مهم بالنسبه للناس اللي ساكنين بوحدهم فريمون فريمون جو فو كونساي و باغ اكسبيريونس ديال بزاف ديال الناس كنعرفهم،
ما تاكلوش الماكله ديال الزنقه، حاولوا طيبوا اي حاجه في الدار، يوتيوب، تيك توك، انستغرام، كل شيء عامر بلي غوسيت لي ساهلين واللي ما كيحتاجوا لا فران لا حتى شي حاجه. باي ذا واي انا في لا ديسكريبسيون غنخلي لكم كلكو كونط في انستغرام اللي كيعملوا هيدا الوصفات اللي ما كتحتاج لا فران لا ميكرووند لا والو، يعني داكشي اللي اللي كتحتاج فيها البوطه والمقله وداكشي، حيت فريمون عندي دي زيكسبيريونس ديال الناس اللي سكنوا بوحدهم كلاو الماكله د الزنقه وفريمون الصحه ديالهم رجعت غير اللور، لا من الناحيه الماديه لا من الناحيه الصحيه لا كاع النواحي كاملين الماكله د الزنقه ما صالحاش. سي فري كو كانت وحشوها، سي فري كو كانت شهاوها، ولكن اوما ما تكونش دائما فهمتي، نحاولوا نتفاداوها لو ماكسيموم بوسيبل. دونك هذا ما كان انا على نسالي لي زانغريديون باش نوريكم، خليكم معايا. فوالا الاصدقاء هادو هما لي زانغريديون اللي كاينين، مهم كاع الخضر تقريبا، كاينه البصل، كاينه الجعده، الخاص، مطيشه، بيطات كمكون اساسي، الزيتون وكورنيشون. هاد الكورنيشون غنعملو مع مايونيز وعندهنو، وكاينه التون، عملوا احسن ماركه ديال التون عندكم. المهم انا كنعمل ايزابيل. وشنو اخر؟ هادي لا مايونيز، هادي معدله في الدار، زائد الفريك هو كيتعدل ومن بعد نوريه لكم. بالنسبه للدريساج فانا غنوريه لكم مرحله ومرحله، حيتاش ماشي لي زانغريديون هما الاساس، ولكن بحال نقول لكم الطبقيه ديال ديالهم هي اللي مهمه. دونك خليكم معايا باش تاكلوا، لا ماشي تاكلوا نتوما، يا عاد تشوفوا انا اللي غناكل، باش تشوفوا ساندويتش طنجاويل من قبل البيض. وهنايا غنحاول نوريكم خصوصا الطبقات ولا الطبقيه اللي تمشيو فيها في الساندويتش. اول حاجه كنبداو بها نفزكوا الخبز بالمايونيز، تكون فريمون المايونيز، ومن بعد انا زدت تفق منا الكورنيشون، ومور هاد الطبقه كيكون التون ديريكتومون، كنملسو التون مزيان في الكومير، وسخي وسخي وشي شويش باش يجي داكشي. ابري كندوزو للبصله، كنعملو البصله هي الاولى موراها البيضات، تبعوا معايا عندكم تمشيو تخسرو في هادشي. مهم مور هادشي كامل كنعملو الجعده خيزو، ومور خيزو كنحطو الطماطم، جوج كنعملو الخس والزيتون، واخر ضيف الشرف واللي هو الفريت. دونك هذه هي الطبقيه، وموراها عملوا كاتشوب، عملوا مايونيز، عملوا اللي بغيتوا. واخيرا ساليتو كما وريتكم في لا فيديو لي زيتاب كاملين، وحاولت نشرح لكم شويش بالتدقيق. نتمنى على انكم تجربوه في الدار ديالكم، وقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم، ولا كاع زعما الا عجبكم طيبوني في انستغرام قولوا لي خول حنا عدلناه. بالحق نوريكم كيفاش، غير نوريكم كيفاش. تبارك الله ما شاء الله، هادي راه باخيره باخيره متنقله بالخضر، الخير بمولانا. شوفوا الطبقات كيفاش كيبانوا، اهم حاجه الصراحه في هذا الساندويتش هو انكم تبعوا الطبقات، واوميم طون تعملوا المايونيز مزيان، حيت هو كلشي على المايونيز باش كيجي داكشي شويه معين لك. الجعده حتى هي كتزيد فيه واحد المذاق مزيوين، كورنيشو حتى هو. مهم صراحه غزال، انا نقسمه في النص وعاد غنلتهموه. شوفوا انا قسمتو كيفاش كيبان من الداخل، لوحه فنيه وصافي، الحمد لله والشكر لله. المهم دابا لقيتوني غنمشي نتغدى ومن بعد نتلقى معكم. هاي الاصدقاء ديالي، المهم خبرت عليكم بزاف هذا الفيديو، المهم حسيت بحال ما صورتش بزاف، هو اللي كان مفروض ان اليوم اللي غيكون فيه زعما الفلوغ، سافادير غنوري لكم ان فلوغ ليكم من الصباح حتى الليل وصافي سالينا، ولكن تبدل شويش بروغرام. هذا الفيديو ان شاء الله غيكون two days with me ان شاء الله يا ربي. مهم لقيتو هادي تقريبا العشرة ونص ولا الحداش، وانا عاد قالي طنطن دعقلي انني نوض ندوش، وما نخدلوشي عن نوض ندوش، غنوجد معكم البيجامة ديالي وعنمشي ندوش باش نعس ديك النعسة مكتاحة. دوك يلا ندوشو، لا ندوش انا، اي طنسيون طنسيون. كل الكلام اللي جوايا مش كفاية وما يكفيش حتى البداية، لما كنت واقفة معايا بداية الطريق والحلم كان لسه بعيد، في عز ياسي وكل الدنيا ماشية عكسي. هلو كان الأصدقاء، مهم لقيتو هادي تقريبا 12 الليل، انا يلاه دوشت ويلاه غنعمل سكين كير روتين ديالي، وقلت واي نوت نهضر معكم هيدا واحد شويه قبل ما نعس. بحال دائما كنحاول نستعمل دي برودوي مينيماليست لوجهي، حيتاش فريمون لابو والوجه بالاخص، لابو ديال الوجه بالاخص ما محتاجاش بزاف ديال لي برودوي باش تكون مزيانه،
دونك محتاجه ليدغاتاسيون الا كان وجهك سيش، ومحتاجه حاجه اللي تعاونك في المشكل اللي عندك في وجهك، حيت ماشي كاملين بينا عندنا نفس المشكل في الوجه. كاين اللي عنده الحبوب، كاين اللي عنده غير لي طاش، كاين اللي عنده تصبغات، كاين اللي عنده الافرازات ديال الزيوت بزاف. دونك كل واحد وشنو عنده. مهم كالعاده استعملت سترايزر، تقدر تستعملوا اي واحد عندكم. مهم هي انكم ترطبوا وجهكم، سورتو 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 مور الدوش، حيت فريمون وجهنا راه كينشف مزيان بالماء ديال الدوش. دونك ضروري ما نرطبوا وجهنا، وعاد انه دابا ما جي البرد. دونك لكم ان تتصوروا الوجه ديالنا كيفاش غيكون الا ما رطبناهش. بحق مهم حنا نرطبوه، بقاو نفكروا بعضياتنا باش نرطبوه. اوكي، هذه فرصه باش نقول لكم ان الواحد اللي غيخسر فلوس بزاف في الميك اب وفي لي فون دو تان وفي لي زونتيسان اكسيتيرا، خسرهم في مويسورايزر. المهم خسرهم في شي حاجه اللي ترجع لك لابو ديالك مزيانه، بلا اونتيسان، بلا شونسميتو، بلا فون دو تان، بلا والو. دونك عملت لا كريم، دابا غنعمل سيروم. معرفتش دابا واش عملت تصحيحه ولا لا، مسوقيش اللي داخل القطار يمشي بسرعة، الحياة تمشي بسرعة بسرعة بسرعة، فلما تمشي أنت داخل القطار بسرعة كل الألوان هذه باهتة، أصبحنا باهتين. حياة السرعة ضد الحكمة، ضد الوعي، ضد الاندهاش، الاستمتاع بالتفاصيل، اهدأ اركد، ضد تزكية النفس، ضد الخشوع، ضد السكينة، ضد معرفة تموضعك في هذه الحياة، ولا حجمك في خارطة العظماء والمضحين والناس أصحاب الإنجازات. لا لا، اهدأ اهدأ. واخيرا سكين كير ديالي دان، دوشت، كلشي بخير، كلشي مزيان. دابا غنمشي نعس صراحه، نبدا شويه في المونتاج في هذا الفيديو هذا باش ما تعطلش عليكم، وغنمشي نعس. تصبحوا على خير، باي باي، نتلاقاو غدا ان شاء الله باش نكملوا لا فيديو انصامبل. باي. جيسبيغ يا ربي تكونوا صبحتوا مزيانين وباقي مكملين معايا الفيديو حتى لهاد اللحظه. المهم كما كتشوفوا الصباح شميش هذا، ديجا فيقت وفطرت وعملت هذاك الشيء اللي كيتعمل، ودابا خرجي بوسكو الويكند هذا فضروري ما نعملوش خريجه هايده، سورتو سورتو كو السيمانه محتاجه بزاف ديال الانرجي ومحتاجه بزاف ديال الجهد باش تكملها. دونك ضروري ما نعملوش شويه هايده ديال لي زاكتيفيتي ديال الووك ديال شي حاجه بحال هكا. ايوا صافي، دونك وريتكم الاوتفيت اللي غنلبس. دابا نعمل شويه ديال الميك اب، ديجا عملت سانسكرين وصافي، نعمل شويه ديال الميك اب ويلا نخرجوا بحال. دونك كالعاده غنعمل معكم الميك اب ديالي الخفيف، وباش ما نعطلكم شي وحده دائما كنعاودو غنعمل لكم غير لاكسيليراسيون. دونك شوفوا معايا. تون ساليت، مهم عملت داكشي مينيماليست مره، سينو حتى تقولوا لي في لي كومونتير واش هاد السبنايه كتجيني مزونه ولا لا. المهم انا يلاه كنتسنس بها، حسيت بها حسن، خصوصا البرد، حيت هذيك السبنايه اللي كنعمل كيبقى يديها الريح وداكشي، دونك هذه ثابته وبقوه. قولوا لي كيفاش، قولوا لي في لي كومونتير، عملوا لي قلوبه، عملوا قلوبه يا الناس. بخي جماعة الساكتيري اللي غنخرجو معايا واللي غالبا ما كيكون فيه غير هادشي اللي غنوريكم، كلوس، سانسكرين، البسطام اللي كيكونوا فيها لي كارت والفلوس وكاع داكشي اللي غنحتاج وصافي.
ام باك لي زامي، لقيتوني لا تخوت نظر، قلت واي نوت نسالي معكم لو فلوغ دابا ولا نشدو لكم دابا قبل ما انني نعيا وما نشدوش اصلا. دونك باش ما نطولش عليكم بزاف هاد لو فلوغ هذا، ديجا شفتوا با مال دو شوز هاد لو فلوغ باش ما تضيعوش وباش ما تلفوش، قلت نساليه لكم بواحد المشتريات خفيفه ظريفه اللي عملتها اليوم. دونك بقاو معايا. اول حاجه كنت محتاجها هو هاد دونتيفريس، غالبا ما كنستعمل كريست، دائما كنمشي نقلب على لي دونتيفريس اللي فيهم الفحم، جو تروف كو كيبيضوا شويه. المهم على الاستعمال بيان سور ما يمكنش كيبيضوا من اول استعمال، يبغى يبيض يمشي يعمل بلانشيمون، ولكن المهم حسن حسن من بزاف ديال حسن زعما من بزاف ديال لي دونتيفريس. ثاني حاجه واللي كنت محتاجه بزاف هو هاد السيروم هذا ديال السيف، ديال الشعر، ديال ابري لا دوش ولا قبل الحراره ولا مورا الحراره، مهم زوين بزاف حيت انا شعري من نوع ديال ملي كنخرج من الدوش كيكون شويه ناشف، بلوتو زعما فاش كينشف حيت ما كنشوش بالحراره قليل، كيكون شويه ناشف. بهاد السيروم هذا غيقضي الغرض ان شاء الله. كنت باغا نشري حتى الماسك ديال غارني ديال البنان، هذاك اللي كيعملوه في الاطراف ديال الشعر، مي ما لقيتوش روبتور دو ستوك، مي ان شاء الله يا ربي مره اخرى فاش نخرج نشوفو شي ماسك. سينو بلا ما نطول عليكم، كنتمنى يا ربي لا فيديو تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتوا ثم كتفرجوا فيها. ما تنساوش على انكم تخليوا لي دو كومونتير هيدا مزيونين، قولي لي بات رايكم على شي موضوع هضرت فيه في الفلوغ، رايكم على المونتاج، رايكم على المهم اي حاجه بغيتوا تقولوها ممكن انكم تكتبوها في لي كومونتير، يسوفي انكم تكتبوها بطريقه محترمه وزوينه، وغنأكسبتي اي حاجه قلتوها من عندك من عندكم بلوتو ماشي من عندي من عندكم. دونك هذا مكان انستغرام ديالي كالعاده غايب لكم هنا لتحت وحتى في صندوق الوصف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. باي 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 باي.